هذا المجرور كان حديث الساعة خلال اليومين الماضيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحديدا مدينة صباح الأحمد، فما قصة هذا المجرور؟ مضخات وصهاريج تجمع فيها مياه صرف صحي معالجة وتسير عبر مجرور يصب في صحراء بعيدا عن وحدات سكنية. احنا حبينا تشوفونه بعينكم اليوم ما تداوله وسائل التواصل الاجتماعي، واحسن ما نصرح تشوفونه بعينكم وتصورون هذا الوضع الحالي اللي قاعد تشوفونه الخارج من مدينة صباح الأحمد. هذا المياه عبارة عن اللي قاعد تطلع من المجرور اللي أمس أحد المواقع انشرت قالت إنه في مياه سوداء. هذه المياه اللي حاليا شوفوا عينكم اللي قاعد تطلع من شبكة المجاري في صباح الأحمد. مياه صافية ثلاثية صالحة للزراعة وللري، وتحت رقابة الهيئة العامة للبيئة لتطابق معاييرهم، وأيضا بإشراف وزارة الأشغال دوريا ناخذ عينات في نفحصها في مختبراتنا ونؤكد أن المياه معالجة وحسب معايير البيئة. عينات أمست في عهدة الهيئة العامة للبيئة لفحصها والتأكد من سلامتها بجهاز لقياس نسبة الغازات السامة في محيط المدينة. واجدين برقة أخواننا في وزارة الأشغال للتأكد من مخرجات المياه المعالجة، مياه الصرف الصحي المعالجة بمدينة صباح الأحمد السكنية، والمياه ما هي من تشايفينها وشرح الأخوان والوكيل الوزارة أبو محمد ما قصر، عطى شرح وافي مع الأخوان عن المياه المعالجة وكاهي قدامكم قدام عينكم مضيفة عكس ما تم تداوله خلال التواصل الاجتماعي أو أحد البرامج. كما نؤكد أن نتم أخذ عينات متتالية من الهيئة العامة، أحد مختبرات الهيئة العامة للبيئة، وإن شاء الله بكرة راح يجون مختبراتنا هم يأخذون عينات لتحليل هذه المياه للتأكد من مطابقتها مع اللوائح التنفيذية الواردة في قانون حماية البيئة. محطات تصفي مياه صرف بعشرة آلاف متر مكعب يوميا توزعها على برك وأخاديد تسقي زرعا وتروي أرضا بماء خالي من ملوثات بتطمينات حكومية.